الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يؤكد في يوم القدس العالمية أن غزة تم الانتصار على العدوان الصهيوني بفضل ثلاثية الميدان وصمود الشعبي وصمود السياسي. نصر الله دعا إلى وضع الخلافات حول القضايا والساحات الأخرى جانبا وتقديم الدعم للمقاومة، مشددا على أن سوريا وإيران وحركات المقاومة ستواصل دعم فلسطين وقضيتها. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هدف الكيان الصهيوني منذ احتلاله كامل فلسطين هو تصفية قضيتها وإنهاؤها واعتبار شعبها غير موجود، دون أن يكون واردا في أجندته إعادة شبر واحد إلى أصحابه أو لاجئ واحد إلى دياره. السيد نصر الله أوضح في مهرجان يوم القدس والتضامن مع غزة أن الصهاينة كانوا يعلمون أن قضية بهذا الحجم لا يمكن حذفها بسنة أو سنتين ولا بجيل أو جيلين، ولذلك وضعوا خططا طويلة الأمد بالتعاون مع الأمريكيين، وأعانهم عليها الكثير من الأنظمة العربية المرهونة عروشها لحماية إسرائيل. بقيت هذه القضية تفرض نفسها لأسباب عديدة، لكن أهمها الشعب الفلسطيني، منها على سبيل المثال صمود بعض الدول العربية وبالأخص سوريا وعدم خضوعها للتسوية ولشروط التسوية بعد مؤتمر مدريد وتبنيها للمقاومة ودعمها للمقاومة، منها انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، منها حركات المقاومة في لبنان وانتصاراتها في لبنان وإسقاطها للعديد من مشاريع أمريكا وإسرائيل في لبنان وفي المنطقة. لكن يبقى الأهم هو الشعب الفلسطيني، هو الشعب الفلسطيني، لأنه كان عصيا رغم كل الآلام. السيد نصر الله أشار إلى أن الأمة تمر في أخطر مرحلة على الإطلاق منذ اغتصاب فلسطين، والسبب استمرار برنامج تصفية قضيتها والتدمير المنهجي الذي يحصل للشعوب العربية، وعلى سبيل المثال الحرب على سوريا التي كانت وستبقى الجدار المتين في وجه المشروع الصهيوني والحضن الكبير للمقاومة والقضية الفلسطينية. الأمين العام لحزب الله أوضح أن المستهدف في العدوان على غزة هو المقاومة وإرادتها وثقافتها وسلاحها، ولكن العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه الذي تدعمه فيه الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الأنظمة العربية المتواطئة التي تحمل المقاومة مسؤولية جرائم العدو. في نهاية المطاف، من الذي سيحسم الموقف؟ أو ما هو الذي يحسم الموقف؟ ثلاثية على طريقة الثلاثيات الذهبية، ثلاثية الميدان، الصمود الشعبي والصمود السياسي. اليوم غزة وهي تشيع شهداءها وتقاتل، غزة انتصرت بمنطق المقاومة. السيد نصر الله أشار إلى أن الوضع في غزة يشير إلى فشل إسرائيلي وإنجاز جديد للمقاومة، لأن العدو المرتبك لم يعلن هدفا للعدوان ولم يرفع من سقفه لأنه خائف من الفشل، كما أنه فشل في كشف مواقع إطلاق الصواريخ ومنعها. السيد نصر الله اعتبر أن مواقف البعض التي تحمل المقاومة مسؤولية ما يحصل وتصل بهم إلى التعاطف مع العدو الإسرائيلي هي أمر معيب ومحزن ومخزن أيا كانت الحساسيات، داعيا إلى وضع الخلافات حول القضايا والساحات الأخرى جانبا وتقديم الدعم للمقاومة. يجب التذكير هنا أن إيران وسوريا ومعهما المقاومة في لبنان وبالخصوص حزب الله على قد إمكاناته، وعلى مدى سنوات طويلة لم يقصروا ولم يتوانوا في دعم المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المعنوي أو المالي أو المادي أو التسليحي أو التدريبي أو اللوجستي أو الخبرات المختلفة.
الأمين العام لحزب الله دعا إلى تبني خيار رفع الحصار عن غزة وحماية المقاومة من الضغوط التي تريد وقف إطلاق النار دون تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن قضية الأمة المركزية ستبقى رغم الظروف الصعبة حاضرة في القلب والعقل والفكر والثقافة والأولويات والخطاب والعمل. ירו על אחת מכלי הרכב, פגעו והרגו קצין וחייל. כוח נוסף הסתער לעברם, לופי האש, נפצעו גם שני חיילים באורח בינוני.